الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها الأبناء الأحباب طلاب الصف الثالث المتوسط، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا في الدرس السابق عرفنا سلطات الدولة، وهي السلطات التنفيذية والتنظيمية والقضائية. السلطة التنفيذية بيمثلها مجلس الوزراء، مجلس الوزراء، ومجلس الوزراء هو أحد سلطات الدولة التي حددها النظام الأساسي للحكم، ويؤدي دورا فاعلا في العمل الحكومي الرسمي وتنظيمه ومتابعته والارتقاء به من خلال وضع السياسات والقرارات. تعالوا بنا نعرف تاريخ نشأة مجلس الوزراء. طبعا يعود نشأة مجلس الوزراء إلى عهد المؤسس الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله، عندما أسس مجلس الوكلاء سنة 1351، حيث كان يتكون مسؤولين عن الجهات الأساسية مثل المالية والداخلية والخارجية وغيره. يبقى من اللي أسس مجلس الوزراء؟ الملك عبد العزيز، أحسنت. في عام 1373 أصدر الملك عبد العزيز أمرا ملكيا ينص على إنشاء مجلس الوزراء تحت رئاسة ولي عهده. من ولي عهده في ذلك الوقت؟ الأمير سعود ابن عبد العزيز، وعضوية جميع وزراء الدولة المكلفين، ثم عرض على الملك للمصادقة عليه. طيب، بعد ذلك في عهد الملك سعود ابن عبد العزيز صدر نظام خاص لمجلس الوزراء في 12/7/1373. في عام 1414 صدر نظام جديد لمجلس الوزراء. طبعا في عهد 1414 كان من ملك البلاد؟ ها، الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله. طيب، فأصدر نظام جديد لمجلس الوزراء. نشاط واحد. يقول السؤال: يصف الطلبة أهمية مجلس الوزراء في إدارة شؤون الدولة. الإجابة على ذلك أن مجلس الوزراء يتولى الشؤون الداخلية والخارجية، يتولى الشؤون الداخلية والخارجية للمملكة، وتنظيم الأجهزة الحكومية، وتحقيق السياسة العامة للدولة. هذا أهمية مجلس الوزراء. نقولها تاني، هو يتعلق الشؤون الداخلية والخارجية، وتنظيم الأجهزة الحكومية، وتحقيق السياسة العامة للدولة. تشكيل مجلس الوزراء. تكون مجلس الوزراء من الأعضاء الذين يعينهم الملك، وهم مسؤولون عن أعمالهم أمام الملك، ومدة المجلس 4 سنوات. 4 سنوات يعاد بعدها تشكيله بأمر ملكي. طبعا مقر مجلس الوزراء للرياض العاصمة، ويجوز عقده في أي منطقة من مناطق المملكة. كما عرفنا هنا يتألف مجلس الوزراء من الرئيس وهو الملك، ونائب الرئيس اللي هو ولي العهد، والوزراء العاملين، والوزراء الأعضاء المعينين، والمستشارين للأعضاء المعينين. يعد مجلس الوزراء صاحب السلطة التنفيذية ورسم سياسة الدولة والإشراف عليها. هذه بقى الأول اختصاص، هو رسم السياسة الداخلية والخارجية والمالية والاقتصادية والتعليمية وجميع الشؤون العامة. طيب، ثانيا الإشراف على تنفيذ القرارات واللوائح والأنظمة. ثالثا إحداث المصالح العامة وترتيبها،
وإنشاء لجان لمتابعة سير أعمال الوزارات، أيضا إقرار الميزانية العامة للدولة، أخيرا إقرار المعاهدات والاتفاقيات التي تكون المملكة العربية السعودية طرفا منها. يعني في اتفاقات دولية هو مع بين المملكة وبين دول صديقة أو دول شقيقة، فمجلس الوزراء يقر هذه المعاهدات والاتفاقيات. نعم. بعد ذلك نشاط اتنين، في رأيك لماذا حددت مدة مجلس الوزراء ب4 سنوات؟ ليش يعني ما كانت المدة مفتوحة؟ طبعا للاستفادة من خبرات الآخرين، استفادة من خبرات الآخرين، أيضا إعطاء الفرصة للكوادر الوطنية في الإبداع وفي خدمة البلاد. يعني نعطي فرصة لوزراء آخرين لكي يبدوا ما عندهم لمصلحة البلاد ورقي البلاد وتقدم البلاد. فهذا هو سبب تحديد المدة ب4 سنوات. طيب، في رأيك ما أهمية اختصاصات مجلس الوزراء؟ أهمية اختصاصات مجلس الوزراء، كما قلنا قبل ذلك أنه يتعلق بالشؤون الداخلية والخارجية للبلاد، تنظيم الأجهزة الحكومية، وتحقيق السياسة العامة للدولة. طيب، ننتقل الآن إلى أجهزة مجلس الوزراء. في أجهزة تتبع مجلس الوزراء، منها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويرأسه اللي هو صاحب السمو الملكي ولي العهد. ثانيا مجلس الشؤون السياسية والأمنية، وأيضا يرأسه صاحب السمو الملكي ولي العهد. ثالثا ديوان مجلس الوزراء، ديوان مجلس الوزراء، ويتكون من الإدارات المساندة للمجلس، منها الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتتولى تحضير جداول أعمال مجلس الوزراء واجتماعاته. أيضا هيئة الخبراء تمثل الجهاز الاستشاري للمجلس. نعم. الوزارات نشأت الوزارات وتطورت مع تطور الجهاز الإداري بالمملكة العربية السعودية حتى أصبح عددها كم؟ فهم أبطال 24 وزارة، 24 وزارة، وهناك جدول يبين عدد الوزارات في المملكة العربية السعودية، وهي على عجالة الدفاع والداخلية، وزارة الطاقة، الخارجية، الحرس الوطني، وزارة الحج والعمرة، وزارة العدل، التجارة، التعليم، النقل، الصحة، الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، المالية، الموارد البشرية والتنمية، الإعلام، البيئة والمياه والزراعة، الاقتصاد والتخطيط، الشؤون البلدية والقروية، الثقافة، الإسكان، الاتصالات، تقنية المعلومات، السياحة، الصناعة والثروة المعدنية والاستثمار. يبقى هذه دي الوزارات في المملكة العربية السعودية، وعددها كما قلنا كم؟ 24 وزارة. 24 إيش؟ وزارة. طيب، بالرجوع إلى مصادر التعلم، يختار الطلبة وزارة واحدة ثم يسجلون 3 من الخدمات التي تقدمها للمواطنين. طيب، مثلا ناخذ وزارة الإيش؟ الصحة. وزارة الصحة، إيش الخدمات التي تقدمها للمواطنين؟ طبعا تقدم لهم العلاج،
العلاج، أول شيء العلاج. أيضا وزارة الصحة تقدم ليش الأدوية، تقدم أيضا الإرشادات، الإرشادات الصحية، الإرشادات ليش الصحية. أيضا هذه الوزارة إذا يعني استعصت حالات في البلاد فممكن أن يرسلوا المرضى إلى خارج البلاد لتلقي العلاج خارجي. يبقى عندنا العلاج، صرف الأدوية، الإرشادات ليش الطبية التي تقدمها الوزارة للمواطنين، وطبعا برزت وزارة الصحة في هذه الأزمة، أزمة كورونا الحالية، فقدمت المساعدة للجميع. ونسأل الله عز وجل أن يزيل هذا الوباء والبلاء عن هذه البلاد وعن بلاد المسلمين عامة وعن العالم كله. إلى هنا ينتهي هذا الدرس، على أمل اللقاء بكم في درس قادم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.